السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، تلاميذ سنة أولى ثانوي، اليوم إن شاء الله بإذن الله رانا راح ندير واحد الدرس مهم جدا جدا جدا، ما قريتوش في المتوسط، ولكن راكم راح تقراوه في الثانوي، وراو رايح يتبعكم من السنة أولى ثانوي حتى للسنة الثالثة ثانوي البكالوريا إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى راكم راح تركزوا معايا وتشوفوا مليح هذا الفيديو وتحاولوا تفهموا كل شيء، على خاطر راني راح واحد المعلومات نمدهم لكم اورالي، معناتها لغويا، مانيش راح نكتبهم في الورقه. نبداو على بركه الله. الدرس تاعنا هو the reported speech. وش معناتها the reported speech؟ هو الكلام المبلغ عنه. كاين واحد الكلام سمعته ولا قالوه لك انت، راك جاي ليا تقوله لي. اوكي، كيفاش راك رايح تصيغ هذيك الجمله؟ اول شيء رانا راح نشوفه هو هذا الريبورتد سبيتش كيفاش يجي السؤال تاعو في الفروض ولا في الاختبارات، هذه اهم شيء. ومن بعد نبداو نشرحوا شنو هو الريبورتد سبيتش. اول شيء السؤال يطيح لك في الفرض ولا في الاختبار لايك ذيس، وديجا هذا النوع تاع الاسئله راكم رايحين تشوفوه بزاف. شفوا على هذا الكلام تاعي اللي راني نقول فيه. قال لك ري رايت سنتنس بي سو ذات از مينز ذا سيم از سنتنس اي. قلت لكم وهذا السؤال ما يتطرحش برك على ريبورتد سبيتش. كي ريبورتد سبيتش دوك نعرفوا ثاني وشنو هما المميزات. اول شيء السؤال يجي هكذا، هذا السؤال وش معناتها؟ معناتها اكتب لي الجمله ب مثل اكتب لي الجمله ب بحيث تعطينا نفس المعنى تاع الجمله اي. اوكي، السؤال راح يتطرح هكذا، ولكن باش ديرها ريبورتد سبيتش لازم تشوف لهذو الجمل اي اند بي. اول شيء لازم اي راك رايح تلقى فيه الشكل، يعني الجمله تلقى فيها الشكل التالي. هي ساد، تلقى اول شيء تبدا بالفعل هي ساد ولا هي اسكد، ولا ماشي شرط هي هنا يتبدل، قدر هي قدر شي قدر اي. المهم هي ساد، هي اسكد، هي اوردرد، هي ادفايس، هي تولد. اوكي، ومن بعد يعطيك زوج نقط هنايا، ومن بعد هذو الزوج عارضتين، وكمل الجمله تاعك وتخلص ثاني بزوج عارضتين. فهمتوا كيفاش راح يجي ولا قادر يجي؟ هي سيز، المهم الفعل، هذو الافعال اللي راهم هنا قادر يجوا في الماضي، قادر يجوا في المضارع. اوكي، المهم الشكل تاع الجمله يجي هكذا، هنايا هنا زوج نقط والعارضتين. دوك نشوفوا في الامثله اللي راهي جايه. اوكي، والاجابه البي لازم تكون هي ساد ذات، وتكمل. متفاهمين؟ ولا هي said that، هي ordered that، هي، المهم الى اخره، على حسب الفعل يطولك في اي. نبداو اول مثال نشوفوه، شوفوا كيفاش قادر تجي الجمله. الجمله قادر تجي لايك ذيس، هاي لك، شوف مليح معايا. هي ومن بعد هي said، عفوا، ومن بعد زوج نقط، العارضتين، الجمله تاعنا اللي جايه لداخل، ومن بعد عارضتين ونقطه. اوكي، هنا كيفاش رانا رايحين نديرو؟ اول شيء توما سنه الاولى متوسط راح يطلب منكم التحويل، هذا عباره عن تحويل جمله الى جمله، راح يحول لكم فقط كي يكون عندك الفعل هنا في المضارع. اوكي، هنا يعني انتوما سنه اولى راح يعطيكم جميع الافعال في المضارع. فهم معايا مليح. اول شيء دوك نشرح لكم بالعربيه باش تفهموا. هي ساد، هو قال، زوج نقط، جيمس يكتب رساله. قال لك هو قال جيمس يكتب رسالة. اوكي، هنا عندك زوج حالات كيفاش راك رايح تكتب بالبي، كاين الحالة واحد والحالة اثنين. اذا كانت الحالة واحد الفعل تاعها اللي جا هنايا مضارع، الفعل الجملة كيما راهي حطها. اذا عطالك هنايا الفعل سيز، هنا سد، وهنا عطالك الفعل هذا اللي هو reporting verb، اذا عطاولك في المضارع الفعل تاعك اللي عطاولك في الجملة اي خليه كيما راه، راك رايح تزيد فقط كلمة ذات وتنحي هذو النقطتين والعارضتين. اوكي، شوفوا كيف كانت. هي said، زوج نقط، جيمس رايتس ليتر، تبقى هنا هذه يعطيها لك، هذه يعطيها لك في الفرض ولا في الاختبار، يعطيها لك هنا وانت تكمل غير هذه. يعطي لك هي سيز ذات، عطالك سيز هنا في المضارع، ذات نحي هذو العارضتين وحط الجملة كيما راهي، ما تبدل والو. ولكن هو مش اكيد ما راحش يعطيهم لكم جميع التمارين هكذا، يعطيك وحده في وسطهم برك باش يشوفك لك فاهم ولا لا، ولكن راح يعطيهم لك اغلبيه الريبورتين فيرب، هذا هو نسموه الريبورتين فيرب اللي يجي هنايا، هنا يعطيه لك في الماضي. وعندما يعطي لك
الريبورتين فيرب في الماضي كيما هنا كيما هنا نفسه هي سيد هي سيد هي سيد زوج نقاط والى اخره هي سيد ذات حنا رايحين دائما نزيدوا ذات هذه سموها دايركت سبيتش وهذه ان دايركت سبيتش معليش كي يعطي لك هنايا سيد ذات في الماضي هنا الفعل اللي عطاه لك في المضارع لازم تحوله لي تحوله لي في الماضي وإلا عطاه لك هنا الفعل في الماضي راك رايح تحوله الى فعل الى زمن اخر المهم انتم في السنه الاولى راح يعطيه لك هنا في المضارع باش تحوله لهنا في الماضي صاي اذا عطاه لك هنايا هذا الريبورتين فيرب في المضارع خلي الجمله كيما راهي اذا عطاه لك هنايا باست وهنايا باست الفعل تاعك اللي يكون في المضارع دائما تحوله لي في الباست هذه هي القاعده ما نعاودها لكش هي سيد جيمس رايتس ا ليتر هي سيد ذات جيمس رات ا ليتر قال لك هنايا هو قال جيمس يكتب في رساله هو قال ان جيمس كان يكتب في رساله تفهمنا خلاص نروح نشوفوا القاعده اللي استخلصناها يعني من هذو الجمل اللي شفناهم قال لك اذا كان ريبورتين فيرب هذا في المضارع الى عطاه لك هنا في المضارع خلي الجمله كيما راهي لا تغير فيها شيء واذا عطاه لك الريبورتين فيرب في الماضي كيما هنا قال لك فان الجمله تتغير راح يصرى فيها تغير مثلا اذا عطاه لك الفعل في الباست في البريزنت سيمبل انت ديرو في الباست سيمبل شوف اذا ما فهمتش هذه النقطه عاود الفيديو باش راك رايح تفهم مليح نروحوا الان اذا كانت عندنا هذه الجمله اللي عطاوها لنا الفوق اذا عطاو لنا هذه الجمله عباره عن سؤال كيفاش رانا رايحين هنا عطاونا جمله عاديه نروحوا نشوفوا اذا عطاو لنا السؤال كيفاش نتعاملوا معاه هنايا اذا اعطانا الجمله تاعنا عباره عن سؤال كما راكم عارفين في اللغه الانجليزيه كاين زوج انواع تاع السؤال الاسئله كاين الاسئله دبليو اتش كويستشن اللي تبدا بدبليو اتش ولا الاسئله اللي اسمها يس اور نو كويستشن اللي تبدا باوكزيلريز هذه قرتوها في السنه وات تاع المتوسط راكم يعني عارفينها عن ظهري قلب هنا مثلا يعطي لك هذا النوع عطاونا السؤال الاول هو عباره عن دبليو اتش كويستشن قال لك هي اسكد هو اسك معناتها سأل هي اسكد مي هو سالني شوفوا عندنا هنا يامي هي اسكد مي زوج نقط هذه هاو ار يو كيف حالك راك تقول هو سقساني كيف حالك دوك راك رايح تردها تقول هو سقساني كيف حالي اوكي كيف كان حالي يعني راك تهضر على ذاك الوقت مثلا اذا عطاك هنايا الفعل ولا الريبورتين فيرب في المضارع قلت لكم خلوه الفعل كيما راه هنا دائما في السؤال كي تكون عندنا يو ترجع اي ولا كانت عندنا اي ترجع يو العكس صحيح عندك بدل لي غير يو برك ترجع اي ولا عطالك هنايا اي ترجع حالي يو ولكن اذا كان عندنا السؤال ريبورتين سؤال في الماضي شوف كيفاش ترجع رجع لي هذه ار اللي هو الاصل تاعو فيرب تو بي رجع حالي في الماضي والماضي تاع تو بي هو واز ولا وير هنا مادام حولنا يو الى اي اي واش يمشي معها واز ولا وير يمشي معها واز واش تقول هي اسكد مي هاو اي واز هنا ما كاش ذات كما المثال الاول لانه سؤال سؤال ما زيدولوش ذات خلاص هي اسكد مي هاو اي واز هنا قلبها كانت ار يو كان الفعل ومن بعد كان الفاعل في الجواب قلبها دير الفاعل ومن بعد الفعل هاو اي واز متفاهمين قال لك اذا عطاك في السؤال هنايا وين كاينه علامه استفهام يو رجعها لي اي ولا عطاها لك اي رجعها لي يو اذا عطاها لك ذي رجعها وي ولا عطاها لك وي رجعها ذي متفاهمين هذا كي يكون عندنا دبليو اتش كويستشن يلا نروحوا نشوفوا كي يكون عندنا يس اور نو كويستشن اذا الفعل تاعنا شوفوا مليح هنا بدلنا ماشي شرط نديروه هي دائما غنديرو شي هي المهم شي اسكد زوج نقط هنا كانت عندنا الفوقا مي هنا ما عندناش مي شي اسكد دو اي هاف ا كمبيوتر هي كانت تسقسي انا عندي كمبيوتر هنا اول شي غير يعطيلك هنايا ما كاش دبليو اتش كويستشن معناتها ما كاش وات ما كاش وير ما كاش وين الى اخره اذا عطالك هنا اوكزيلوري هذا الاوكزيلوري دائما يتحول الى اف اوكي وهنايا شوفوا التحويل هنا كيفاش راهو رايح يصير خلاص خلينا هنايا هنا هذه فهمناها بلي كي يكون عندنا هنايا في البريزنت الجمله خليها كيما راهي هنا راك تقول لي ميس ماشي قلتي لنا كي يكون هنايا اي رجعوه يو على رجعتيها شي شوف
هنا رجعناها شي على خاطر ما عدناش هذيمي. هنا مايش تقول هي سقساتني أنا، إذا عندي كمبيوتر تقول هي سقسات، راهي تسقسي على روحها، تقول هاي هي سقسات هل أنا عندي كمبيوتر، معناتها هي راهي تسقسي في روحها. سو هنا علاش فهمتوا يعني الثغرة وراهي؟ هنا ما كاش مي، لو كان مي سقساتني أنا، هنا راهي تسقسي، راهي تقول أنا عندي كمبيوتر، معناتها تهضر على روحها، على بها درتها هنا يا شي. فهمنا القصد وراه؟ سو هذه خلينا قلنا هنا، سمحوا لي ما كاش اي اس، هنا كاين اس برك. هنا كي يكون في الماضي واش دير؟ أول نقطة راك رايح دير اف، وعندك هاف، هنا فهمنا كيفاش حولناها شي. هاف يرجع هاد في الماضي، مضارع يرجع ماضي، أوكي؟ عندك هنا برك حط اف، متفاهمين؟ العبارة عن سؤال، تتعرف السؤال دبليو اتش كويستشن ويس اور نو كويستشن. كي يكون عندك دبليو اتش كويستشن يقول لك اسك مي، رجعوا دائما الفعل باس ونديروها. مثلا نعطيك هاو وات، المهم اي سؤال عطاه لك ديرها بهذه الحالة. واذا عطاها لك يس اور نو كويستشن زيد لها الاف وحط الفعل تاعك في الباست. ها ذا هو ريبورتد سبيش. الان نروحوا نشوفوا حالة ثالثة، وهي اذا كانت الجمل تاعنا عبارة عن order هو امر، request طلب، advice نصيحه. اوكي درك تقولي ميس انا كيفاش نعرف بلي هذه الجمله تاعي order ولا request ولا advice؟ ساهل، درك نفهمكم. كي تسيبوا هنايا كلمه he ordered عرفوا بلي order امر. اذا عطالك هنايا هي asked وعطالك، شوف هنا هي asked، تقولي بصح هذه تشبه تاع السؤال. لا لا ما تشبهلاش، لانه فيها please. اوكي راهو زعما يطلب منك حاجه ريكويست. ولا عطالك ادفايس، هي ادفايس ينصحو. تبعنا هيك فاش رايحين نديروهم. اول شيء عطالك الفعل اوردرد، هذا اصلا سهل، هذا سهل سهل، لانه ما راكم حنتغيروا والو. اذا عطالك هنا عباره عن عطالك هنايا هي اوردرد، واش راك راح دير؟ تنحي هذو زوج نقاط والعارضتين وتحط في بلاصتهم تو وكمل كيما راك. عندك هذه هير ترجع دار، دوك نشوفهم هذو كيما يقولوا الكلمات اللي يدلون على البليس وعلى التايم، نشوفهم كيفاش يتبدلوا. ساهل فهمتوا؟ حطوها كيما راهي ما تبدل والو غير هذه هير رجع دار. اوكي الفعل يبقى كيما راه، هنا ما تمشيش عليه القاعده تاع الباست والبريزنت الى اخره، متفاهمين؟ على خاطر عندنا ordered. روحوا نشوفوا الى طالنا هي asked me، ولكن عطالك في الجمله تاعك فيها بليز، واش راك رايح دير؟ ايضا تنحي هذو الزوج نقاط والعارضتين، تحط في بلاصتهم سبيك، هذه كامل تنحيها وهذه كامل تنحيها. كان يو زائد بليز وعلامه استفهام دو كامل طيروا. تولي تو هي اسكد مي تو سبيك لاودر، معناتها دينا غير هذا النص برك، هذا فقط، هذو وهذو نحيناهم. روحوا نشوفوا اذا كان عندنا ادفايس نصيحه، هي ادفايسد هير يو شود سي دكتور، تولي لك هي ادفايس هير، هذه تنحي هذه وهذه وهذه وهذو العارضتين وزائد يو، واش تولي لك هي ادفايس، معناتها قلنا نحو هذه ونحو هذه ونحو هذه ونحو هذه. يو تولي لك هكا هي ادفايس هير تو سي ا دكتور، هذا ما كنزيدو غير تو في بلاصت هذا. مثلا لو كان عطالك يو شود نوت سي ا دكتور، يو شود نوت سي ا دكتور، واش راك رايح دير؟ هذو ثاني طير، ابدا هكا هي ادفايسد تو، هذه نوت جايه قبل السي، خليها كيما راهي، نوت تو سي الدكتور، هنايا هير ديروا نوت تو سي الدكتور، متفاهمين؟ دوكا نروحو نشوفو واحد التغيرات الهامه، يعني انا حنعطيكم يعني القاعده بصفه عامه. هنا راح نعطيو غير القاعده، وان شاء الله بعدين رانا راح نديرو تمارين وراكم راح تفهموا اكثر واكثر. هنايا القاعده العامه واش تقول لك؟ تقول لك هذه دايركت سبيتش، كيكونوا هذو العارضتين وكامل دايركت سبيتش، وهنايا اندايركت سبيتش. شوفوا القاعده تقول لك اذا كانت الجمله تاع الدايركت سبيتش فيها البريزنت، هنا تولي في الباست، ولا كانوا افعال واحد اخرين كيفاش يتحولوا؟ تبع معايا. اذا كان البريزنت في الدايركت سبيتش يرجع لنا باست سيمبل، اذا كان عندنا بريزنت بيرفكت باست بيرفكت، اذا كان عندنا بريزنت كونتينيوس عندنا باست كونتينيوس، اذا كان عندك هنايا في الدايركت سبيتش باست سيمبل يرجع لك باست بيرفكت، اذا كان عندك باست بيرفكت تبقى لنا كيما راهي باست بيرفكت.
تفاهمنا. اللي ما يعرفش هذول الافعال يروح للقناه تاعي، راني شرحتهم يعني كل درس دايرته وحده، متفاهمين؟ نروحوا نشوفوا اذا كان هنايا الفعل تاعنا واش فيه. فيه موديل، هو عباره عن موديل، نقولوا فور اكزامبل شي ماست والى اخره. اذا صوت الجمله تاعك فيها ماست رجعها هاتو، اذا فيها ماي رجعها مايت، اذا فيها ويل زائد فعل هذاك ما تبدلش الفعل، بدل غير هذيك ويل رجعها وود، كان كود، شول شود. بصح كاينه حاجه لازم قبل هذو الافعال كامل كاين سابجكت اي ولا هي ولا شي ولا اخر. دوك ان شاء الله في التمارين تفهموا احسن وافضل. المهم شوفوا هذوك كيفاش يتبدلوا. روحوا نشوفوا هنا اذا كان عندنا اكسبريشنز تاع تايم ولا تاع بليس. اذا كان عندنا كما نقولوا حنايا واش يقولوا لهم الحروف تاع الجر اللي تدل لنا على التايم ولا تدل لنا على البليس. الا طاولك في الجمله تاعك ناو رجعها ات ذا مومنت، الا طاولك تو داي رجعها ات ذا داي، اذا طاولك يستداي رجعها ضد ذا داي بيفور ولا ذا بريفيوس داي. اذا طالك ايضا هنايا اجو رجعها the day after ولا the following the day after ولا the following day. اذا عطالك next مثلا next week ولا next month ولا الى اخره، تولي تقول the week after ولا the month after الى اخره ولا the following week. خلاص last مثلا last week last year last معبيش month، ديروا the year before ولا the previous year. هنايا كيما عطاوها لنا في المثال تاع مقبله here رجعت there، this رجعت that، these رجعت those. هنا انا عطيتها لكم بصفه، هذو لازم تعرفوهم مليح، هذو لازم تحفظوهم مليح مليح مليح. هنا عطيت لكم يعني الاهم النقاط في الريبورتد سبيتش. اذا ما فهمتش الفيديو انا ننصحك عاود شوف الفيديو وعاود شوف الفيديو وعاود شوف الفيديو، ولخص الفيديو كيما راك فاهمه، لخصه كيما فهمتني الشرح تاعي باش تبسط على روحك، لانني نقول لكم ونعاودكم هذا الدرس مهم بزاف 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 في الثانوي، وراح يتبعكم ان شاء الله حتى للتيرمينال حتى للبكالوريا. اوكي واش نقول لكم في نهايه الفيديو، ما تنساوش ديروا لنا لايك، واللي جاوا جدد معنا يديروا لنا سبسكرايب للقناه، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.